خويا عثمان صباح النور. انا كنهضر معك دابا مباشره امام المحكمه الابتدائيه. الناس مجموعين هنايا باش كيساندوا ديك الناس اللي وصلوهم الاستدعاءات من عند المحكمه. قاضي الجلسه راه اجل الجلسه حتى ل 8 شهر 11. هذه واحد المنطقه معروفه جدا في طنجه والناس بداو كيجيهم استدعاءات بالافراغ. وحنا اللي مثلا حنا الدار ديالنا اكثر من 40 سنه وحنا ساكنين في هذه الدار هذه، عندنا الحجه، كنخلصوا الماوضه وكنخلصوا الضرائب وعايشين ويقولوا لنا خرجوا من الدار. اين حق؟ حنا كنطالبوا جلاله الملك باش يرفع لنا هذا الظلم. هذه كتسمى السيبه في البلاد. الملك خصو يوقف بالجانب ديالنا ويرفع لنا هذا الظلم اللي كنتعرضوا له، والا غادي تكون سيبه في البلاد. يعني دابا حابين كيران كامل خصو يخوى. نعم، حنا دابا هما ماشيين شويه بشويه باش ما تقومش باش ما تنوضش الفوضى، ما يعطيوش كل شيء دقه واحده باش ما ينوضش كل واحد كل شيء يهضر، لان الحامه شكرها كبيره. تخيل معايا، غير تخيل معايا، ولو ان هذا يعني ماشي الخيال، هذا راه واقع كتعيشوا الساكنه ديال الحومه ديال الشوق. تخيل معايا انك يعني باني الارض ديالك بترخيص، كتخلص جميع الواجبات ديالك منهم الماء الضوء الضرائب، ويجي واحد النهار توصل باستدعاء كيطالبوك على انك تخرج من داك الدار لان داك الدار ماشي ديالك. اليوم كانت جلسه بالمحكمه الابتدائيه مدينه طنجه، توصلنا يعني تصريحات حصريه وتوضيحات جد مهمه في الموضوع، لانه كيتقال الكثير وبزاف ديال الحوايج لا اساس لهم من الصحه، غادي نوضحوها في هذا الفيديو. غادي نسمعوا التصريحات الاولى، غير واعطيونا اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، الاراء ديالكم، البارتاج مع الاهل الاحباب والاصدقاء، ونمشيو للتفاصيل. خويا عثمان صباح النور. انا كنهضر معك دابا مباشره امام المحكمه الابتدائيه. الناس مجموعين هنايا باش كيساندوا ديك الناس اللي وصلوهم الاستدعاءات من عند المحكمه. قاضي الجلسه راه اجل الجلسه حتى ل 8 في شهر 11 باش يكون الوقت عند هيئه الدفاع باش انها تبحث في الملف مزيان، وفي نفس الوقت كاين الناس اللي توصلوا في الاستدعاءات ديالهم وما حضروش باش يحضروا ان شاء الله يا رب، مع مؤازرين بهيئه الدفاع اللي يوكلوها ان شاء الله. وتحياتي اخي عثمان. سمعتوا اخوتي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان، سلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع. اخر توضيحات من عين المكان وافانا بها الصديق والاخ معاذ اللي كنشكروه من هذا المنبر. اخ معاذ هو ضحيه يعني ديال هذا مافيا العقار، ضحيه بطريقه غير مباشره لحد الان، ولكن هو يعني في ذاك الخريطه اللي فيها 14 هكتار ونصف، شنو هو باقي ما توصلش بالاستدعاء. اليوم كما شفتوا من امام المحكمه الابتدائيه بمدينه طنجه، يعني كان واحد الحضور مهيب ومهم جدا، وهذا كيبين على ان الناس يعني واخدين الموضوع بجديه، الناس خوفانين، الناس مخلوعين، لكن الملاحظه هي ان الاعلام الرسمي حتى شي واحد يعني ما سلط الضوء على الموضوع، وكان هاد الناس ليسوا بمغاربه. كنهضر على قناه الاولى، قناه كنهضر على الاعلام الرسمي فقط، صفحات في الفيسبوك، قنوات ديال اليوتيوب، يعني هما اللي كيهضروا على هذا الموضوع. الموضوع خطير وخطير جدا اخوتي، لان وكان الامر كيتعلق بواحد المجموعه ديال الناس ساكنين يعني في شي غابه، واحد 10 ديال الديور، واحد البقعه ارضيه، ولكن حنا كنهضروا على الحومه الشوك اللي عندها واحد الموقع استراتيجي، يعني موقع رائع وعملوا فيه يعني العين ديالهم هاد مافيا العقار.
قبل ما نمشيو للتفاصيل ديال هذا الموضوع، بغيت نوضح واحد القضيه اخوتي. الناس يعني هذوك اعداء الوطن اللي باغيين دائما يركبوا على بحال هاد الاحداث ويخلقوا واحد النوع ديال الفتنه، فكنقول لكم حذاري من هاد الناس، لان دخلوا فيها اليهود الصهاينه وهذا الى اخره. موضوع ما عنده حتى شي علاقه لا باليهود ولا بالصهاينه ولا شيء من هذا القبيل. جوج ديال الناس، سيده الاسم ديالها حسناء الأربعين، لان عندي واحد الوثيقه هنا، واحد السيد الاسم ديالو البختي محمد. يعني هادو هما الناس اللي كيطالبوا يعني بهاد الناس اللي توصلوا بالاستدعاءات باش يخرجوا لهم حسب القول ديالهم من الارض ديالهم. انا الناس اللي بعدا اللي ما كيعرفوش الحومه الشوك، فالحومه الشوك هي هاد جات يعني في اللب ديال المدينه ديال طنجه، موقع رائع. والناس اللي كيقلوا من هاد الحي، فهاد الحي راه كاين الديار ساويين فيه اكثر من 300 مليون، راه بقعه ارضيه اذا لقيتيها غادي تلقاها اكثر من 10000 درهم للمتر. حي من اكبر الاحياء واهم الاحياء بمدينه طنجه، هذا التعريف فقط بهذا الحي. السؤال اللي كيطرحوه هاد الناس والناس اللي متبعين هذه القضيه، يعني فين كانوا هاد الناس؟ لا هاد السيده حسناء الأربعين ولا هاد السيد البختي، فين كانوا؟ علاش خرجوا في هذا الوقت بالضبط؟ الجواب عندي انا، لانه هذا الشيء خرج من بعد ما تم الاعلان على ان المغرب سيستضيف نهائيات كاس العالم لسنه 2030 بشراكه مع اسبانيا والبرتغال، ودابا كيهضروا على مشروع اللي غادي يكون قبل سنه 2030 اللي هو المشروع ديال النفق اللي غادي يربط ما بين اسبانيا والمغرب. فهاد القطعه الارضيه الكبيره يعني كتبان هاد الناس لهاد المافيا ديال العقار وكانها جنه الله في ارضه. هذا هو يعني الموضوع اللي بغينا نناقشه. ولهذا يعني القضيه يعني هذا كتوضيح فقط قضيه ديال ان اليهود غادي يدخلوا غادي يستعمروا هنا من غزه، هذا كلام فارغ ولا اساس له من الصحه. الامر يتعلق بالمغاربه مع بعضياتهم. اذا السؤال المطروح وهذا الموضوع يعني خطير وخطير جدا، وكنشوف حتى السلطات المغربيه يعني ما تدخلاتش، وكان هاد الناس ليسوا بمغاربه. موضوع بحال هذا اذا كان في دوله من الدول الاوروبيه ودوله اللي كتحترم المواطنين ديالها، فغادي تكون ضجه، وغادي يكون وصل يعني للبرلمان، رئيس الحكومه، للملك، يعني غادي تلقى الاعلام الرسمي كل ليلا وصباحا، ما غادي تلقى عندهم حتى شي موضوع من غير هذا. ولكن كنشوف يعني القنوات الرسميه ديالنا ساكتين، بحال الموضوع ما كيعنيش المغرب والمغاربه. هاد الشيء يعني وانتم مشوا يعني الحضور ديال الناس، ولو ان الناس ماشي كلهم عندهم استدعاء، ولكن كنشوفوا الالاف ديال الناس، والموضوع كيعني الالاف ديال السكان، والاعلام ساكت، السلطات المغربيه ساكتين، ما خرج حتى شي واحد شي بلاغ رسمي من الحكومه، او لا شي واحد كيمثل الحكومه، الناطق الرسمي او رئيس الحكومه، يعني خصهم يخرجوا، لان كنهضروا على الالاف ديال المواطنين المغاربه. فكيف يعقل ناس يعني جايبين عشرات السنوات، منهم الاب ديالي الله يرحمه، الاب ديالي يعني شرا في هذا الحي في سنه الاب ديالي راه اللي ما غاديش يعرفني، كاين الناس اللي غادي يعرفوني، كاين الناس اللي ما غاديش يعرفوني. الاب ديالي كان معروف بالحاج الخمسي، معروف، وكنا ساكنين في نقولوا حنا في الشارع ديال السوق ديال حومه الشوك، معروفين. والاب ديالي شرا تما في اواخر السبعينات، يعني 78 79 كان شرا الاب ديالي تما، وباع يعني في سنه 2000 2001، كان باع الاب ديالي وتحول لطنجه الباليه. ودوزنا يعني كما قلت لكم، انا بعدا شخصيا افضل الايام ديال الطفوله ديالي دوزتها في هذا الحي هذا اللي هو الحومه ديال الشوك. اذا السؤال المطروح، مثلا الشخص اللي شرا من عند الاب ديالي، هما هاد الناس كيهضروا على ارض عاريه. اذا الشخص مثلا اللي شراو ماشي غير من الاب ديالي، بزاف ديال الناس اللي باعوا، يعني
ما يعني ما هو الحكم في حق هاد الناس هادو؟ حنا كنهضروا على ارض عاريه والناس هادو اللي شراو، ما هو الذنب ديالهم؟ كما قلت لكم الموضوع جد خطير، والموضوع فيه هاد المونديال وهاد الموقع اللي كتواجد فيه الحومه الشوك فيه بزاف ديال الحوايج وما فيهش اليهود. اخر ما سمعت وهو ان الابن ديال مرطيح والناس اللي كيسمعوا يعني هاد الاسماء راه غادي يعرفوني علاش كنهضر، يعني خرج بواحد التصريح كيقول باللي الاب ديالو اللي هو مرطيح حتى هو توفى الله يرحمه، والاب ديال هاد السيده اللي هي حسناء الأربعين يعني كانوا كيدعاو على هاد الارض، وكان يعني ربح القضيه هاد السيد هذا اللي هو اللي الاسم ديالو مرطيح، والاب ديالو يعني كيطالب هاد الناس اللي توصلوا بهاد الشكايات او بهاد الاستدعاء انهم يمشيو لانهم مطالبين بالافراغ، فراه يمشيو يقلبوا على الملف كنهضر على او على الحكم اللي راجع لسنه 82 فالي، لان يعني اللي كيطالب هاد الناس بهاد الارض فهي هاد السيده هادي هاد بنت الأربعين وهاد السيد هذا اللي الاسم ديالو محمد البغتي. هذا كتوضيح فقط الناس اللي كيدخلوا اليهود وهذا وباغيين يخلقوا الفتنه وباغيين يركبوا على هاد القضيه هادي فالي. اذا هنا المشكل هو المشكل ديال مافيا العقار همزه، يعني الارض شنو ساوية؟ كما قلت لكم الارض هنا راه اذا لقيتيها يعني في هذا الحي هذا راه غادي تكون باكثر من 10000 ديال الدرهم، كنهضروا اكثر من مليون ديال الفرنك اذا لقيتيها في هذا الحي هذا، لان كاين الناس اللي كيقللوا من هذا الحي اللي قلت لكم فيديو سابق تخرجوا منه شخصيات مهمه، قضاة، محامون، دكاتره، اساتذه، اطباء، يعني ناس مهمه تخرجت من هذا الحي اللي كما قلت لكم هو في موقع يعني استراتيجي مهم، مدينه طنجه وسط مدينه طنجة وعملوا فيه عينهم يعني المافيا ديال العقار. اذا سؤال المطروح، علاش يعني خرجوا هاد الناس في هاد الوقت بالضبط؟ هاد السؤال يعني جاوبت عليه انا وكنتمنى حتى نتوما تجاوبونا، يعني الاراء ديالكم التعاليق ديالكم يعني في هاد اللحظه كل شيء كيهم، يعني خليونا التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. ودابا يعني الناس مدينة طنجة بجميع الأحياء الشعبية متخوفين، وماشي غير ساكنة ديال مدينة طنجة بل السكان خاصة المدن اللي غادي تصادف نهائيات كأس العالم وقبل منها نهائيات كأس إفريقيا لسنة 25، لكن الأهم هو نهائيات كأس العالم. إذا يعني المغرب خاصة مدينة طنجة يعني احسن استثمار في هذه المدينه وهو العقار. وقبل ما نختم هذا الفيديو اخوتي عندي رساله لهاد الناس اللي ساكنين في حومه الشوك، خاصه الناس اللي توصلوا يعني باستدعاء انهم يمشوا يحضروا، فكل التضامن ديالي مع هاد الناس مع الساكنه ديال الحومه الناس المتضررين، وكنقول لكم راه ماشي بالسهل، راه لا يمكن ولا يعقل انك تكون جايب يعني عشرات ديال السنين كتخلص الضرائب ديالك، كتخلص الموضوع ديالك، كتخلص يعني الواجبات ديالك كلها ويجي ويخرجوك يعني بهذه السهوله. اذا ولكن اللي عجبني في هاد الناس وهو الحي كله متضامن، كل شيء يعني رجالا ونساء صغارا وكبارا كل شيء متضامن مع بعضياته، سواء توصل باستدعاء سواء ما توصلش باستدعاء، وهذا راه جد ايجابي، يعني هذه القضيه ان يعني هاد الناس كلهم يعني متضامنين مع بعضياتهم. ولهذا يعني نطالب من السلطات المغربيه ومن الجهات المعنيه انها تخرج بتوضيحات يعني باش تهدن هاد الناس، باش هاد الناس يعني يرتاحوا. هاد الناس راه ما كينعسوا، ما كياكلوا، ما كيشربوا، ما كيخرجوا، العقل ديالهم يعني خدام 24 ساعة على 24 ساعة. ولهذا نطالب من الجهات المعنية أنها تخرج يعني بتوضيح أو شي تصريح يعني اللي تهدل هاد الناس، خاصة النساء. ثم كتعرفوا أخوتي أمهات ديالنا والأخوات ديالنا، وحتى أنا عندي أخت راه عندها يعني دار يعني بالحومة الشو، كانوا بزاف ديال خوتي عندهم ولكن كاملين خرجوا، بقات أخت واحدة اللي ساكنة تما اللي عندها الدار ديالها حتى هي تما، وفي نفس المكان ديال بزاف ديال الناس اللي توصلوا بالسلعة. خوتي ما نطولش عليكم بزاف، أنا عودة في هذا الموضوع. تصاوي في راسكم، نهاركم مبروك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو ناس ترديس.